الهدف من التوعية انه مثلا نوعي في البيوت في بيوتنا، مثلا نروح نزور الأقارب، نعمل على التوعية في مكان مثلا ما فيش ناس، ما توصلهمش التوعية، ما توصلهمش المنشورات، ما توصلهمش إذا نحن يجب علينا ان نحن نوصل هذه الرسالة، وهي أمانة. كل من وصل له معلومات، كل من وصلت إليه من أي معلومات، لازم نحن ننشر، وهي نعتبرها أمانة في أعناقنا.